بهذا السياق تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا ليال خروبي. ليال، مرحبا بك في حديث الساعة. نتحدث عن التصعيد جنوبي لبنان بين حزب الله وإسرائيل، ما الذي تحملونه في جعبتك ليال لآخر المستجدات والتطورات؟ نعم خضر، يوم أمس كان يوما تصعيديا، شهدت الساحة الجنوبية موجة تصعيدية كبيرة تحديدا للغارات الإسرائيلية التي استهدفت قرى في النبطية، في إقليم التفاح، في جزين وفي صور. لم يسبق للجيش الإسرائيلي أن استهدفها بالغارات الكثيفة، وقد أدت هذه الغارات إلى سقوط 12 ضحية على الأقل من المدنيين، إضافة إلى عشرات الجرحى. هذه الغارات يوم أمس تشكل نوع من التأكيد الإسرائيلي، تأكيد بطبيعة الحال، والذي بات واضحا بأن الإسرائيلي لم يعد يلتزم بأي من قواعد الاشتباك التي كان معمولا بها منذ 8 أكتوبر الماضي، تاريخ اشتعال هذه المواجهات العسكرية بينه وبين حزب الله. فعندما اشتعلت هذه المواجهات كان الجيش الإسرائيلي يتعمد أن لا يستهدف المدنيين بشكل مباشر. طيب ليال، لكن إسرائيل تقول بأن هناك صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، حزب الله مسؤول عنها، وسقطت في منطقة صفد، وأدت أيضا إلى وقوع جرحى إسرائيليين. ليال، يعني بداية التصعيد أو هذا التصعيد الإسرائيلي جاء ردا على استهدافات من قبل حزب الله. بطبيعة الحال الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الاستهدافات، هل هم مدنيون؟ هل هم عسكريون؟ ليال حبذا لو وصفت لنا المشهد بهذا السياق. بحسب الإعلام الإسرائيلي سقطت جندية إسرائيلية، بينما أصيب 8 جنود آخرين نتيجة هذه العملية التي، وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تمت عبر استخدام الصواريخ الدقيقة. هذه العملية تشكل نوع من التصعيد بطبيعة الحال من قبل حزب الله، لأن صفد هي مدينة ليست مستوطنة. أيضا سقوط هذا العدد من الجنود الإسرائيليين بين القتلى والجرحى، وهنا تطرح علامات استفهام كثيرة حتى هذه اللحظة لا يوجد إجابات عليها هنا في بيروت، إن كان هذا التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي هو تصعيد، هو تفاوض بالنار، هو تصعيد مضبوط لا يزال حتى اللحظة تحت سقف الحرب، وهو مرتبط بشكل أساسي بما يحصل في قطاع غزة وبالمفاوضات حول الهدنة المفترضة أو المرتقبة في قطاع غزة، أم لا؟ نحن أمام مشهد جديد يتكرس، هو مشهد تصعيد هذه المواجهات إذانا باندلاع حرب شاملة. طبعا الجيش الإسرائيلي، المسؤولين الإسرائيليين لا يتوانون عن التصريح بأنه الجيش الإسرائيلي يريد أن يوجه ضربة عسكرية لحزب الله، وأيضا كل المبعوثين الدوليين آخرهم وزير الخارجية الفرنسي سيجورني الذي زار بيروت منذ حوالي الأسبوعين بحسب الصحافة اللبنانية، وجه تحذيرا عالي الخطورة من أن الجيش الإسرائيلي فعلا هو يريد أن يوجه ضربة عسكرية لحزب الله. وبالتالي اليوم كل هذه المشاهد التصعيدية تنبئ ربما بتدحرج سوف يأتي في المقبل من الأيام، تدحرج عسكري، أو ربما سوف يكون مقدمة من أجل تهدئة من نوع ما، من أجل تسوية أو تمهيد الأرضية لتسوية التهدئة التي ربما قد تحصل في قطاع غزة. أما إذا لم تحصل هذه التهدئة فإن كل السيناريوهات مطروحة والاحتمالات مفتوحة لجميع مع كل الاحتمالات. ليال، سواء كان هذا التصعيد هو تصعيد مضبوط ووفق قواعد الاشتباك بين الجانبين، أو رسائل النار يتم تبادلها بين كلا الطرفين، أو الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، هناك مدنيين في الجنوب اللبناني، واقع الحال لهؤلاء المدنيين كيف يبدو ليال؟ هناك حتى الساعة خضر 100,000 نازح، معظمهم نزحوا باتجاه بيروت وباتجاه صيدا وباتجاه صور. العديد، لا يوجد أرقام محددة اليوم، لأنه
الأرقام الرسمية غير متوفرة، لا يوجد إدارات رسمية اليوم تعمل بشكل مكثف وممنهج من أجل ضبط هذا الملف وإدارته وتقديم كل الأرقام، ولكن هناك جزء من هؤلاء النازحين قدموا إلى العاصمة بيروت، البعض منهم يمتلك بيوت ثانية في مدن بعيدة عن مناطق الاشتباك في الجنوب، البعض نزح إلى أقاربه في عدد من هذه المدن البعيدة، وهناك عدد أيضا موجود في دور التي استقبلت النازحين، إن كان مدارس أو عدد من المراكز تحديدا في مدينة سور الجنوبية. طب بطبيعة الحال هؤلاء النازحون اليوم يعانون الأمرين، لأنه هم نزحوا أصلا من هذه المناطق، وهذه الحرب لا يوجد أي أفق لها اليوم، كل ما يحكى أنه هي مرتبطة بجبهة غزة، وبالتالي اليوم إذا كانت جبهة غزة أيضا غير معلومة الأفق، وبالتالي هؤلاء النازحين اليوم لا يعرفون متى سوف يعودون إلى أراضيهم، وإن كانوا أصلا سوف يتاح لهم هذا الموضوع، لأنه الجيش الإسرائيلي دائما يهدد بأنه يريد أن يقوم بفرض منطقة أمنية عازلة على مسافة 5 كيلو من الحدود، تكون خالية من السكان، من الوجود المدني بشكل كامل، كي لا يتاح لحزب الله العودة وإنشاء مراكز عسكرية ومراقبة في هذه المناطق الحدودية. وبالتالي اليوم يزداد أعداد النازحين بطبيعة الحال، لأن إسرائيل توسع يوميا رقعة الاستهدافات لمناطق جنوبية، يزداد أعداد هؤلاء النازحين وهم حتى الساعة لا يعرفون كيف سوف يعودون، وإن كانوا سوف يعودون ومن سوف يعيد الإعمار. هل البعض يتحدث عن رقم هو 1 مليار و200 مليون دولار، هي كلفة الأضرار المباشرة للدمار الحاصل في الجنوب، لا نتحدث هنا عن الأضرار في الأراضي الزراعية، الأضرار في القطاع الصناعي، في القطاع الخدماتي، كل هذه الأضرار أيضا هي منفلشة على كل الرقعة اللبنانية بطبيعة الحال، لأن تبعات هذه الحرب وهذا التصعيد يعاني منه الاقتصاد اللبناني أيضا في المناطق البعيدة عن الاشتباكات، ولكن هذه المناطق تحديدا اليوم تعاني نعم وضعا معيشيا اجتماعيا اقتصاديا صعبا، وكما قلت سابقا اليوم لا يوجد أي خارطة طريق واضحة نعم أمام هؤلاء لكي يعرفوا ماذا سوف يفعلون وكيف سوف يعودون ومتى سوف يعودون. نعم مراسلتنا ليال خروبي، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك ليال.